مفرح في هذا الشيء هذا انها سيده كتبلغ من العمر 68 سنه وديابيتيك كما شفتوا الحالات الصحيه ديالها مزيانه. هذا الشيء هذا كيفرحنا كيزيد يشجعنا نزيدو نخدمو ان شاء الله باذن الله هذا الاسبوع الاسبوع الثاني يا ربي يكونوا غيكونوا ان شاء الله حالات اخرى. دونك السي اشرف ايضا اسم ديال الممرضين وكنطلبوا من الناس يعاونونا في الدقائق في المنازل ديالنا.